جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أبي أجبرني في أثناء اختيار الزوجة، إذ يريد أن يزوجني بقريبتي وأنا لا أريد ذلك، فتركت التي يريدها والدي وتزوجت بأخرى، هل أكون عاقا حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. لا تكون عاقا في ذلك، لأن الزواج يكون على الرغبة بين الزوجين، رغبة أحدهما في الآخر، وإذا خالفت والدك في أنك لا ترغب ما أشار عليك به فهذا راجع إليك، لأن لك حق اختيار الزوجة واختيار من ترغب في زواجها، بشرط أن تكون صالحة وسليمة من الملاحظات التي تخل بدينها او بعشرتها معك. ما دامت انها صالحه ومستقيمه وتعلقت رغبتك فيها فلا باس ان تتزوجها، ولو كانت غير الذي يرغب والدك ان يزوجك بها، لان حق الاختيار والرضا راجع اليك. ولا ينبغي للوالد ان يجبر ولده او يكره ولده على ان يتزوج ما لا يرغبه من النساء، خصوصا اذا كان ذلك بدافع حميه، او يكون ذلك بدافع ما يكون عند بعض الناس من تحجير بنت العم لابن عمها، او ان بعض القبائل لا يريدون الزواج من قبائل اخرى غير قبائلهم، هذه عصبيه وحميه، والزواج مبني على الرغبه والاطمئنان، بشرط ان يكون كل من الزوجين صالحا في دينه مستقيما في خلقه، فاذا توفرت هذه الشروط فان الزواج يكون موفقا ان شاء الله، سواء كانت هذه المراه من الاقارب او من غير الاقارب. من غير الأقارب.